أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. القوانين التكوينية لا يمكن تجاوزها، تحكم شئنا أم أبينا. القوانين التكوينية في هذا الكون، القوانين التكوينية في هذه الأرض، القوانين التكوينية في نفوسنا، قوانين حاكمة. قانون الحب قانون تكويني، لا تتمكن أن تتجاوز هذا القانون التكويني. شيء موجود في نفس الإنسان اسمه الحب، حب بعض الأشياء، حب بعض الأشخاص. هذه القوانين التكوينية كما أنه لا يمكن تجاوزها، جانب آخر منها أنها نافعة للإنسان. قانون الحب ليس قانونا ضارا للإنسان، قانون نافع من صالح الإنسان. هناك قانون مثل قانون الحب في نفس الإنسان، قانون تكويني، هو قانون الاختلاف، قانون تكويني الله عز وجل جعله. مثل قانون الحب الذي لا يمكن تجاوزه، قانون الاختلاف لا يمكن تجاوزه، قانون موجود رغما عنا. مثل قانون الحب الذي هو من صالح الإنسان، الذي هو نافع لحياة الإنسان، قانون الاختلاف قانون نافع لحياة الإنسان. بدون الاختلاف كان من غير الممكن أن يتطور البشر، كان البشر يعيش مثل الحيوانات. الحيوانات كلها، هذه الفئة من الحيوان كلها يأكلون الطعام الفلاني، ما عندهم اختلاف. لا يتطورون. البشر إحدى أسباب تطوره، إحدى أهم أسباب تطوره قانون الاختلاف. قانون الاختلاف قانون نافع. أولاً لا يمكن تجاوزه، ثانياً هو نافع أصلاً.
نعم، كما أن القوانين التكوينية الأخرى التي هي نعمة، التي هي من صالح الإنسان، كما أنه إذا تعامل معها معاملة غير صحيحة تتبدل هذه النعمة إلى نقمة. قانون الحب إذا استخدم استخداما سيئا أو إذا جوبه، هذا القانون الذي هو النعمة يتبدل إلى نقمة. قانون الاختلاف هكذا، إذا تعامل الإنسان مع هذا القانون تعاملا سيئا أو جابهه تتبدل هذه النعمة الكبيرة إلى نقمة على الإنسان. بعض الناس يريد أن يجابه هذا القانون يصطدم به، هذه نعمة تتبدل إلى نقمة، لا تتمكن أن تجابه هذا القانون، فماذا يحصل؟ أنت تصطدم فالنعمة تتبدل إلى نقمة. حالها حال القوانين التكوينية الأخرى. وبعضنا يريد، يؤسفني أن أقول كثير منا، كثير من البشر يريد أن يجابه هذا القانون، هو قانون تكويني، الله عز وجل زرعه في نفس الإنسان ومن صالح الإنسان. بعضنا يريد أن يفكر الناس كما يفكر هو، أن ينظر الناس إلى الموضوعات من نفس الزاوية التي هو ينظر، وإلا فمشكلة، أنت بدلت الشيء الصحيح الطبيعي إلى مشكلة، بدلت النعمة إلى نقمة. ربما لا نتلفظ بهذا اللفظ، ولكن في قرارة نفوسنا، لماذا هو هكذا يفكر؟ يعني أريد أن يفكر كما أنا أفكر. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة، هذه الآية من الآيات التي نسمعها كثيرا، أولا ما خاطب المؤمنين في هذه الآية المباركة؟ خاطب الناس. كثير من الآيات القرآنية الخطاب للمؤمن، إما لأن الآية القرآنية مصبها الآخرة غير المؤمن ليست له آخرة، أو لأن الخطاب أساساً التوجيه الإلهي يكون للمؤمنين. بعض الآيات القرآنية وجهت الخطاب للناس، قضية مرتبطة بالآخرة، نعم مرتبطة بالدنيا أيضاً. هذه الآية من الآيات التي خاطبت الناس، مؤمن وغير مؤمن، يا أيها الناس، لأن الشطر مهم من هذه الآية المباركة مرتبط بالدنيا، حتى الشخص الذي لا يعتقد بالآخرة. يا أيها الناس، المصدر واحد، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أبوكم واحد أمكم واحدة، ولكن زرعنا فيكم الاختلاف، الاختلاف في الأشكال، أشكالنا مختلفة، الاختلاف في الطبائع، طبائعنا مختلفة، الاختلاف في وجهات النظر، وجهات النظر مختلفة، الاختلاف في الزوايا التي ننظر منها مختلفة، الاختلاف في الفئات، هذه الاختلافات طبيعيا تؤثر على الاختلاف في الفكر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إلهي لماذا؟
لماذا جعلتهم شعوبا وقبائل؟ القرآن الكريم يقول لتعارفوا، ولكن المنطق الجاهل، وللأسف هذا المنطق شائع جدا، بدل كلمة لتعارفوا يقول لتحارفوا، بدل كلمة لتعارفوا يقول لتسارفوا، بدل كلمة لتعارفوا يقول لتعاركوا. نعم، حتى في المؤمنين، ليس نادرا في المؤمنين، كثير للأسف حالهم حال بقية الأمم في هذه النقطة. الآية نسمعها ونعرفها عمليا، لسان حالنا لا، أنا ولد فلان، أبي العالم الفلاني. أنت أبوك عالم عادي، أبوك ليس عالما. أنا ابن الشخصية الفلانية السياسية الكبيرة، أنت أبوك شخصية عادية. هذا لسان قال كثير من المؤمنين، ناهيك عن لسان الحال الذي يقوله المؤمنون، هذا ما يقولونه بألسنتهم، ما يضمرونهم في أنفسهم أكثر. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لسان المنطق الجاهل لتعاركوا، لا لتعارفوا، لسان القرآن الكريم لتعارفوا. إخواني، كثير منا آباء وأمهات، الذي ليس أبا التي ليست أما، في المستقبل كثير منهم يصبحون آباء وأمهات. تقريبا كل الآباء والأمهات إلا الشاذ النادر الأقل من القليل، تقريبا كل الآباء والأمهات، إحدى الأشياء التي يكرهونها تقريبا كلهم أن يحصل تنازع، تنافر، تباغض في أولادهم. تقريبا كل الآباء والأمهات يكرهون ذلك، لا يحبون أن يصلح أن يحصل تنازع، تنافر، تدابر، مقاطعة بين أولادهم، أليس كذلك؟ ربما في كل الآباء والأمهات الذين نعرفهم من حولنا، ربما لا نعرف شخصا واحدا استثناء من هذا القانون، كلهم يحبون أن يكون أولادهم متحابين، أن لا يحصل تقاطع بينهم. لا نحب أن يكون أولادنا غير مختلفين، لا، وجهات النظر لتكون مختلفة، ليست مهمة عندنا عادة، ليست مهمة عندنا، وهذا شيء طبيعي. أما التنافر شيء مبغوض لكل الآباء والأمهات تقريبا. إخواني، أبونا الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أبونا الثاني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، رسول الله صلى الله عليه وآله يحب التباغض في أولاده؟ رسول الله هو الأب، هو أرحم من الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وآله في ساعاته الأخيرة من حياته، في شدة سريان السم في جسمه الشريف، بصعوبة بالغة قام ذهب إلى المسجد، خطب في الناس خطبة، هاي الكلمات الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إحدى الأمور التي أوصى بها من وصاياه الأخيرة، قال لا تباغضوا. هذا أبونا، يكره أن نتباغض، وقد صرح صلى الله عليه وآله بذلك. أبونا الثاني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في نهج البلاغة موجود، لا تباغضوا فإنها الحالقة، فسروا هذه الكلمة يعني تحلق الخير، تحلق السعادة. ب
بقية آبائنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في رسالة الحقوق يقول: لا تباغضوا ولا تدابروا. نحن نصبح الذي هو منا الآن أب فهو أب، التي هي الآن أم فهي أم، الذي ليس أبا ولا أما اليوم سيصبح عادة أبا وأما. نكره هذا الشيء في أولادنا، أهل البيت يكرهون. أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أرحم أرأف من الآباء والأمهات، عزيز عليهما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله يكره هذا الشيء وقد صرح. وشيء جربناه نحن بالنسبة لأولادنا، نعرف ماذا يحصل في نفوسنا إذا حصل تدابر بين أولادنا. لعل الإنسان يموت غصة من وجود تدابر تقاطع بين أولاده، أليس كذلك؟ يعني شيء جدا صعب علينا، هذا صعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب على صاحب الأمر روح العالمين له الفداء. ونحن على أبسط الأمور نتدابر نتقاطع. أصلا لا أقول على أبسط الأمور، أصلا نستغل ننتهز الفرص للتباغض للتقاطع، نبحث عن شيء فرصة نريد أن نتباغض. في الانتخابات نتباغض، في الأعراس نتباغض، بين الزوجين خلاف صغير، يا أخي خلاف طبيعي، هي تفكر غير ما أنا أفكر، هي بشر أنا بشر ثاني، على أبسط خلاف تباغض بين الزوجين، على أبسط خلاف تباغض بين أخوين. الخلافات بين المؤمنين تباغض بين أخوين، أنا لا أقول، القرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون إخوة، القرآن يقول المؤمنون إخوة، هو أخي. لماذا عنده وجهة نظر كذائية؟ صداقة 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، نتركها بدون استيعاب أن هذه القضية اختلاف، اختلاف شيء طبيعي، نعمة، لا أقول فقط طبيعي، هي نعمة أصلا جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، لنا أقول نعمة لنا لا علينا. تباخذ بكل سهولة، لا هو بدأ، هو بدأ الزعل، هو بدأ هو لينهي الزعل. لو قالوا ابنك بالنسبة إلى ابنك الآخر هالكلمة، ماذا تقول له؟ تقول له هو قطع، أنت لا تقطع. هو سبني، هو شتمني. إذا قال لك ابنك أن أخي ابنك الآخر هو الذي سبني، أنا قاطعته، ماذا تقول لابنك؟ تقول له تفضل، هذا تفضل عليه، اذهب أنت حتى لو هو سبك، هو شتمك، هو أهانك، أليس هذا الذي نريده من أولادنا؟ أبونا الحقيقي، أبونا الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ببركته وجدنا، لولاه ما وجد أحد منا، ما وجدت السماوات والأرضون. هو الأب الحقيقي. هذا الأب الحقيقي ماذا يريد منا؟ اعتبر نفسك أبا تعرف. كثير من الأحيان، كثير كثير من الأحيان، لا في أكثر الأحيان، بعض الناس هو القرآن أمر بمقاطعتهم، المجرمين، الطغاة، الظلمة، لا ذاك أصلا يجب مقاطعتهم، ذاك موضوع ثاني، روايات آيات قرآنية.
أما الناس العاديون في أكثر الأحيان، لا أقول في كثير من الأحيان، لا في أكثر الأحيان، جرمه الذي لأجله أقاطعه أقل من جرمي الذي أعرفه من نفسي، أليس كذلك؟ كم من جرائم يعرفها وكم من جرائم ذاك أعرفها. هناك عبارة جدا جميلة لعيسى ابن مريم، تنقل عن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول: يا عبيد الدنيا، هذه الكلمة كثير عظيمة، يعني الذي هكذا هو عبد للدنيا، لا أقول أنا أعبد الله عز وجل، لا، هذا الذي هكذا هو عبد للدنيا. يا عبيد الدنيا، إن أحدكم يبغض صاحبه على الظن ولا يبغض نفسه على اليقين. أنا أظن هو يشيش الناس ضدي، ظن، يقين عادة لا، ظن. حسب تعبير الناس، تقدر تحلف بالعباس سلام الله عليه أنه هو رأس المشكلة، وأنت تعلم، لو كنت تعلم أن العباس يقسم ظهرك إذا كنت كاذبا لا تحلف، إذن ظن. راجع نفسك، عندك يقين بإجرامك، كم من الذنوب ارتكبناها نحن؟ الذنب يعني ماذا؟ يعني تعدي على حق الله عز وجل، ليس حق إنسان، حق الله. أنا أعرف من نفسي هكذا شيء، فلان صنع شيئا، ظن، أظن، ليس أكثر من ظن. يا عبيد الدنيا، إن أحدكم يبغض صاحبه، هذا صاحبك، الشخص البعيد الذي لا تعرفه، أنا كلامي ليس عنه، لا، صديقك، زميلك، 3 سنوات 5 سنوات زميلك، هو صديقك، ضحك مع بعض، ذهاب إياب، سفر، صداقة. إن أحدكم يبغض صاحبه على الظن ولا يبغض نفسه على اليقين. لا، إذا أنا أتواضع له، هذه ذلة، عجيب، أنت تعرف أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. المولى أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه في حديث له، يقول: التواضع يرفع. لا لا لا، هذه ذلة، إذا أنا تواضعت هو يتجرأ أكثر، شعلك هو يتجرأ أكثر أم لا؟ المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: التواضع يرفع، وهذا ما رأيناه، أنتم رأيتم، كل واحد منا رأى، نعرف أشخاصا تواضعوا ارتفعوا، أصلا لا يحتاج إلى شاهد، كلام أمير المؤمنين صح، علي مع الحق والحق مع علي صلوات الله وسلامه عليه. تواضع له، هو ما تواضع لك، أنت تواضع له. نعرف شخصيات كبيرة، عظماء، علماء، تواضعوا له، ناس عاديين، مع أنهم أولئك بدأوا المقاطعة، هذا ما قاطع، ما قال أنا مستواي أرفع منه، وبالفعل مستواه الاجتماعي أضعاف مستوى ذاك. أنا أتذكر أحد كبار مراجع التقليد، أدام الله ظله الشريف، موظف عادي، موظف، موظف عادي عنده، يعني يعمل في مكتبه، قاطعه موظف: وجودك وعدمك سواء، أصلا أحسن لكم. بعد فترة عرف، قال: فلان لا أراه. قالوا: هذا زعلان. قال: قولوا له أنا عندي شغل معه، خليتي أنا أريد أشوفه. جاء هذا الفقيه، قال له: يا فلان، أنا إنسان عادي، أنا أخطأ، حالي حال بقية الناس، إذا أخطأت لا تزعل مني، مع أنه هو المحق كان وذا كان المخطئ. مقام هذا العالم، مقام هذا المرجع نقص أبدا، ارتفع بهذه الطريقة. لا، أنا ما أحتاجه، خليه يروح إلى جهنم، ما قال هالكلمة. قال: هو زعلان، أنا ما أزعلنا، هو المخطئ، حتى لو كان هو المخطئ أنا أعتبر نفسي أنا مخطئ. مقامه نزل؟ لا أبدا، هو يحس وكذا، حتى لو يحس
التواضع يرفع، يرفع المولى أمير المؤمنين يقول يرفع، أنت تواضع له، أنا أكبر من، حتى لو كنت أكبر من، أنا بمقام أبي حتى لو كنت بمقام أبي. التواضع ما قال إذا لم تكن بمقام أبي، ما قال إذا لم تكن أسن منه، أصغر من، أكبر من، تواضع حتى لا تحصل مقاطعة. المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فإنها الحالقة تحلق، تحلق خير الدنيا وخير الآخرة، تحلق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا الذي لا يقاطع الناس هو يعيش حتى في الدنيا براحة أكبر، يعني حتى نفع دنيوي ناهيك عن النفع عند الله عز وجل وهو الأساس. أختم كلامي برواية شريفة، هذه الرواية مرتبطة بالمقطع التالي في هذه الآية المباركة، وهو مرتبط بحديثنا، لأن المشكلة كثيرا ما تنبع من هذه النقطة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقاطع والتدابر كثيرا ما تحصل بسبب أننا لا ندرك هذه النقطة. أقرأ لكم هذه الرواية الشريفة وأختم كلامي. في الكافي الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال، أقرأه بسرعة: كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد. أوه قريش، وما أدراك من قريش، وما أدراك ما قريش. فأقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم: أنا ابن فلان، وأبوي عالم، أبوي شخصية، أبوي ثري، أبوي متنفذ. ينتسبون ويرفعون في أنسابهم: أوه أبوي كان كذا وكذا كذا، جدي كان كذا وكذا كذا، عائلتي. حتى بلغوا سلمان عمدا عن غير تعمد، وصلوها إلى سلمان. سلمان جالس، سلمان منو؟ عيمي. وعيمي ذاك الوقت وفي ذاك المجتمع يعني صفر، يعني ولا شيء. أبو منو؟ ما يدرون. من أي عشيرة؟ مو معلوم. حتى بلغوا سلمان فقال له عمر بن الخطاب: أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك؟ سلمان لماذا بهذه الدرجة من العظمة؟ لاحظوا الجواب. فقال: أنا سلمان. أبوك منه؟ ابن عبد الله. أبوي عبد الله عز وجل، فاخر، هذا هو عبد الله. أنا سلمان ابن عبد الله، كنت ضالا فهدان الله عز وجل بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكنت عائلا فأغنان الله بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد. اللهم صل على محمد. ابن فلان، ابن فلان منو؟ أنا ابن رسول الله، أنا كل وجودي من رسول الله صلى الله عليه وآله، كل خيري من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: هذا نسبي وهذا حسبي. أتكم نسب مثل هذا النسب؟ أتكم حسب مثل هذا الحسب؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمان يكلمهم. سلمان نقل القضية إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا أقرأ بقية الرواية، نفس المعنى نقله إلى النبي صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر قريش، إن حسب الرجل دينه ومروءته
خلقه. أخلاقك شنو؟ ابن فلان وعمي فلان وخالي فلان. لا، عندك مروءة، مروءتك خلقك. وأصله، يعني وإن أصله عقله. وقال الله، النبي صلى الله عليه وآله يقول: وقال الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا ريت نفهم هالكلمة، يا ريت نفهم هالكلمة. حياتنا تصبح جنة، في الدنيا نعيش حياة جنة، ناهيك عن تلك الجنة الموعودة إن شاء الله لنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لسلمان: ليس لأحد من هؤلاء عليك فاضل إلا بتقوى الله عز وجل، وإن كانت تقوى لك عليهم فأنت أفضل. إن شاء الله نفهم، إن شاء الله نفهم. إن شاء الله في نفوسنا، حتى لو في لساننا لا نقول، في نفوسنا لا تكون: أنا ابن فلان، أنا من العشيرة الفلانية، أنا من الشعب الفلاني، أنا من الفئة الفلانية. إن شاء الله لا يكون هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا حبا لأهل البيت وحبا لشيعتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما يحبون، وحبهم حب الله. اللهم أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.